ندى بسيوني اسمها الحقيقي ندى محمد مصطفى بسيوني، ودي صور حديثة ليها مؤخرا. وكانت شاركت ندى بسيوني صورة لها من فترة كده على موقع انستجرام وهي بتضيء الشموع في دير سانت كاترين، فالناس استغربت وقالت هو انتي مسيحية؟ فقالت لهم انا مسلمة واسمي ندى محمد مصطفى، ايه المشكلة في الشمع؟ عادي كل الناس في الدير ولعوا الشمع وفيهم محجبات. أعلنت ندى بسيوني الجمعة 22 يناير 2021 وفاة شقيقة زوجها الراحل سناء شافع، وكانت كتبت قبل بوست الوفاة بحوالي 10 ساعات: أطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى لحالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع، فهي بمثابة الأم الثانية لمايا، مايا اللي هي بنتها. ندى بسيوني طبعا عارفة إنها جميلة ومحبوبة. دي صورة نادرة، اللي على اليمين دي ماجدة زوجة سناء شافع الحالية، سناء شافع وأحمد خليل وندى بسيوني وبنتها مايا. دي مايا ابنة ندى بسيوني. دي مايا وندى بسيوني، إيه رأيكم؟ مين الأحلى؟ ندى بسيوني أحلى، يبانوا شقيقتان مش واحدة وأمها. ندى بسيوني مولودة 2 نوفمبر 1968، ممثلة مصرية اسمها الكامل ندى محمد مصطفى بسيوني، من مواليد اسكندرية في 2 نوفمبر عام 1968. تزوجت مرتين، الأولى كانت من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع، والثاني كان المخرج السينمائي شريف حمودة. من ناحية أخرى، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة للفنانة المصرية ندى بسيوني مع بنتها الوحيدة مايا من الفنان سناء شافع. جاءت الصورة أثناء حفل تخرج مايا من الجامعة الأمريكية، وتباينت الآراء حول الشبه الذي يربط بين ندى بسيوني وابنتها مايا. هناك من اتفق أن الشبه بينهما كبير للغاية، وهناك من رفض هذه الفكرة وسجل اعتراضه بأنه لا يوجد أصلا شبه بين ندى بسيوني وبنتها مايا. انتوا ايه رأيكم؟ وهناك من رأى أن ندى بسيوني تفوق ابنتها جمالا. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا رأيكم ايه. دي ندى بسيوني طبعا، وهنا مع بنتها مايا من سناء شافع بنتها الوحيدة. من ناحية أخرى، تابع سناء شافع قائلا أنه تزوج من الفنانة ناهد جبر، وهي لديها ابن يدعى ماجد يعمل مدير إنتاج حاليا، وبنت تدعى ميساء لم تعمل بالوسط الفني. أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان سناء شافع عن عمر إنها 77 سنة الأربعاء 12/8/2020. من ناحية أخرى، كشف الفنان سناء شافع عن أسرار حياته الشخصية وزيجاته التسعة من داخل الوسط الفني وخارجه، قائلا إنه تزوج 9 مرات منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للسينما، وانتمائه كان للمنهج الاشتراكي. وأضاف أنه رغم معتقداته الاشتراكية إلا أنه خاض تجربة الزواج من أسر غنية برجوازية مرتين. وأضاف شافع خلال حواره في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 أن أول زوجة له كانت عندما كان طالبا بالمعهد العالي للسينما. ده سناء شافع، وهنشوف برضو أسرار عن زيكاته الباقي. وكانت هي طالبة بمدرسة الليسي، وكانت ابنة تاجر مجوهرات كبير، حيث نشأت قصة حب بينهما، مضيفا أنه توجه إلى ألمانيا بعد ذلك، وقضى 9 أعوام تزوج خلالها من الطبيبة كريستا ابنة طبيب ألماني كبير، ولديه ابن منها يدعى عبد الله النديم. وأشار إلى أنه بعد عودته من مصر إلى مصر
مع زوجته الألمانية في فترة السبعينيات من القرن الماضي ب 15 يوم فقط انفصل عنها، موضحا أنه سافر إلى الكويت لمدة 4 سنوات، تزوج مرتين خلال تلك الفترة من خارج الوسط الفني على مرات متعاقبة، ولكن لم تستمر العلاقة طويلة بينهم. وأردف شافع أنه تزوج من الفنانة ندى بسيوني ولديه بنت منها تدعى مايا، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلة وانفصل أيضا عنها. أما ناهد جبر فاسمها الحقيقي ناهد عبد الفتاح جبر، مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، وهي ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر. أدي ناهد جبر ومنى جبر، الشبه بينهم كبير، ممكن ما تعرفش تفرق بينهم من كتر الشبه اللي بينهم. تخرجت ناهد جبر في معهد السينما وقسم إخراج، وعملت في أفلام قليلة حيث اكتشفها حلمي حليم في نهاية الستينيات، وركزت نشاطها على التلفزيون والمسرح، وقامت بإخراج أفلام للتلفزيون. هي موسيقى رخيصة، رجل طيب، من المسلسلات التي عملت بها أبرياء في قفص الاتهام وقال الزمان، وعملت في مسرحية شاهد ما شافش حاجة. يا ترى فاكرين دورها؟ أكيد طبعا فاكرين دورها، وهو بيكلمها عن الأسد. دي ناهد جبر. تزوجت من لاعب الكرة عصام بهيج، ثم من الممثل سناء شافع، ثم عادت إلى زوجها الأول عصام بهيج مرة أخرى. ده عصام بهيج زوجها الأول، وانفصلوا بعد كده، اتجوز سناء شافع وبعد كده رجعت له. من ناحية أخرى أضاف سناء شافع أنه حاليا متزوج من خارج الوسط الفني منذ 11 سنة، وتدعى ماجدة عبد الحافظ، ولديها 5 أبناء أيتام بيعيشون معه. دي ماجدة زوجته الحالية والأخيرة، اتجوزوا من 11 سنة، وهي دي التاسعة، وهذه الصورة مع سناء شافع وأحمد خليل وندى بسيوني وبنتها ماي. وأكد الفنان سناء شافع أن العلاقة الاجتماعية بين أولاده جميعا جيدة وعلى تواصل دائم، وهناك تواصل مع بعض زوجاته السابقات، مشيرا إلى أن الجمع بين أكثر من زوجة في آن واحد خطر كبير، يعمل على نشوب المشكلات باستمرار، يعني ما بينصحش بيه. سناء شافع مولود 25 يناير 1943، ممثل ومخرج مسرحي مصري وأستاذ أكاديمي مصري، وتخرج في المعهد العالي للسينما وعمل مدرسا به، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح، حيث أخرج مسرحية دون كيشوت عام 75، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حتى لا يطير الدخان وفيلم فوزية البرجوزية. أما بالنسبة للتلفزيون فقد شارك في مسلسلات الزيني بركات وحضرة المتهم أبي. برضو نديكم نبذة كده عن منى جبر بالمرة. طبعا احنا عارفين ان هي شقيقة ناهد جبر، وهنشوف احدى الصور ليها بالحجاب دلوقتي. ادي هنا منى جبر بالحجاب، دي في شبابها، بعد كده دي منى جبر حاليا. ايه رأيكم، شكلها اتغير ولا زي ما هي؟ دي منى جبر حاليا، ربنا يديها الصحة. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.